عبر الهاتف السيدة منى الشيباني عضو مجلس إدارة منظمة واكتمل نورها. بداية سيدة الشيباني، لو تحدثينا بتفاصيل أكثر عن احتفالية الذكرى الخامسة لانطلاق المنظمة. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقيمت السبت الماضي تمام الساعة 5 مساء احتفالية بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيس منظمة واكتمل نورها النسائية والدعوية. كانت هذه الاحتفالية هي تلخيص لمسيرة 5 سنوات، وكذلك تعريفا وتأكيدا على الأهداف التي أنشأت من أجلها هذه المنظمة. طيب، بماذا تعنى هذه المنظمة سيدة الشيباني؟ هذه المنظمة هي منظمة نسائية تعنى بالأعمال الدعوية والتوعوية والثقافية الموجهة للمرأة بالصفة الأولى. طبعا الدعوة بمفهومها الشمولي الذي يستهدف المرأة فكرا وسلوكا ومن ناحية إيمانية وثقافية. طيب، لو تحدثينا عن نشاطات سابقة للمنظمة كالاحتفالية التي أقيمت أو الندوة التي أقيمت حول الشيخ الشهيد نادر العمراني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الشيخ نادر. كان هذا من ضمن المناشط التي قمنا بها من شهرين تقريبا، وهي مصرة للعلماء وتأبينا للشيخ رحمة الله عليه. المناشط التي نقوم بها هي مختلفة تحقق الأهداف التي نسعى إليها بوسائل تناسب طبيعة المجتمع والعمل النسائي، لأن له خصوصية تختلف عن باقي الأعمال والمناشط. نقوم بمجموعة من الورش والدورات والملتقيات وكذلك الجلسات المختلفة. على سبيل المثال، نحن نذهب بزيارات ميدانية مثلا للكليات والثانويات، ونعقد ملتقيات مختلفة في المساجد وغير المساجد. مثلا قمنا قبل سنة بمشروع يسمى ملكة الحياة، وهو موجه لفتيات الإعدادي المقبلات على الحجاب، وتم تتويج الفتيات تقريبا أكثر من 150 أو 200 بنت، تم تتويجها باللباس الشرعي وقيام حفلة بسيطة بمناسبة هذا الحدث. طيب سيدة الشيباني، وبعجالة كلمة أخيرة. الكلمة الأخيرة أننا نحن نقوم بهذه الأعمال لأجل أن ننهض بهذه المرحلة التي تعيشها ليبيا والأمة. فالمرأة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، إذا نهضنا بها نحن نهضنا بالمجتمع وبالأمة. نعم، السيدة منى الشيباني عضو مجلس إدارة منظمة واكتمل نورها، شكرا جزيلا لك.